الرجل المريض عندما يكون حاكم يدمر شعب معقد. العلماء يقولون الشخصية السوية في علم النفس. ما عنده شخصية سوية إذا حاكم يدمر شعب، إذا موظف معقد مريض يتعب مراجعي يأذيهم، عند عقدة حقارة يريد ينتقم من المجتمع، لكن ما بيده سلطة، ما بيده حكم حتى يقتل، يأذي هذا المراجع المسكين. إذا أب في عائلة يتعب عائلته، أكو بعض الأفراد عائلتهم معهم في تعب. النبي صلى الله عليه وآله يروى عنه أنه يقول: أنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الإنسان المعقد زوجته تعيش معه في تعب، عائلته تعيش معه في تعب، أولاده يعيشون معه في تعب. الزوجة المعقدة، الزوج ساعة قبل يريد يطلع من البيت، يريد أن يعود آخر الليل حقيقة، ما يتحمل. الإنسان المعقد، الإنسان المريض، المرض الروحي، ربما الإنسان لا يشعر. لعل أغلب الناس، هذه حقيقة مؤسفة، لعل أغلب الناس يعانون من أمراض روحية. القلق مرض روحي، البخل مرض روحي، الإنسان البخيل هذا مريض، الاضطراب، الإحساس بالحقارة، هذه كلها أمراض روحية. وهذه الأمراض الروحية تدمر حياة الإنسان وحياة العائلة وحياة المجتمع.